أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ضرب الزوجة والأولاد بالعصا وذلك للتأديب، هل هذا يدخل في التأديب أم هو خارج عنه؟ هذا مشروع، ضرب الأولاد للتأديب وضرب الزوجة إذا نشزت ولم ترجع عن نشوزها إلا بالضرب تضرب، لكن ضرب غير مبرح. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. الأب يضرب أو الوالد يضرب أولاده للتأديب، لكن ضربا غير مبرح، لا يشق جلدا ولا يكسر عظما، وإنما يحصل به الألم بدون أن يؤثر في البدن. وكذلك الزوجة: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. المرحلة الثالثة: إذا لم تجدي الموعظة ولم يجدي الهجر ولم ترجع عن نشوزها فإنه يضربها ضربا غير مبرح، هذا تأديب لها. ولكن الآن ظهرت مقولة العنف الأسري، يريدون أن الوالد ما له سلطة على أولاده والزوج ليس له سلطة على زوجته، وهذا خلاف ما جاء في الإسلام. هذا يسبب تمرد الأولاد وتمرد الزوجات على أزواجهن. نعم.